العهد توجه إلى ملعب كفرجوز لمواجهة الشباب الغازية قبل مغادرته إلى تركمانستان ليبدأ مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي. المباراة اللي تبعها عدد جيد من الجمهور بدأت مع فرصة للعهد عرضية من حسين دقيق، متابعة حسين عواضة، خلص الحارس أحمد دياب. الشوط الأول ما شهد فرص خطيرة وانتهى بالتعادل السلبي. بالشوط الثاني كرة من أحمد الزراق رأسية من السوري عبد الرزاق الحسين بجانب المرمى. دايما مع العهد أحمد الزراق بيخترق منطقة الجزاء، بيسدد أحمد، كرته كانت سهلة. ربع ساعة على نهاية المباراة تمريرات متبادلة بين لاعبي العهد، الكرة بتوصل لهداف الفريق مامادو دراماء المهاجم السنغالي، تسديدته كانت سيئة. الدقيقة 80 عبد الرزاق الحسين بيمرر لأحمد الزراق يلي بيسدد، وأحمد دياب أبعد الكرة. آخر فرص المباراة العهد بده يسجل هدف قاتل هيثم فعور، الكرة بتوصل لحسن شعيتو، موني بيتقدم وبيسدد من محل بعيد، تسديدة هزت العارضة. المباراة انتهت بالتعادل السلبي، نتيجة ممتازة للشباب الغازية. بطل لبنان عم يخسر نقطتين بافتتاح إياب دوري ألفا.